ينضم معنا الآن عبر السكايب من عمان الأستاذ أحمد عزام، وهو محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذ أحمد، لنتحدث عن الأزمات الاقتصادية وآثارها وانعكاساتها. عندما نتحدث ربما عن الآثار ما وراء التضخم أو حتى الركود، كيف ستتعامل الدول القوية اقتصاديا مع هذه الأزمات وانعكاساتها، وليس فقط يعني حرصا على لقمة عيش المواطن، وإنما لتجنب هذه الآثار الانعكاسية عليها؟ مساء الخير، هذه شكرا للاستضافة. مساء. نعم، لو نظرنا إلى الفترة الماضية منذ عام 2020 منذ دخول الجائحة، تعاملت البنوك المركزية مع عدد من المشاكل الاقتصادية، بداية من الاختناق لسلاسل التوريد، تم خفض أسعار الفوائد بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا لمحاولة رفع الطلب في الفترة الماضية، دخولا إلى كما ذكرت هذه بدخول مرحلة التضخم ومخاوف مرحلة الركود القادمة. نعم، التضخم قد تعاملت معها البنوك بكل تأكيد بعمليات رفع أسعار الفائدة، تجديد السياسة النقدية، ليس فقط عمليات رفع أسعار الفوائد بل أيضا تخفيف الميزانية العمومية على سبيل المثال، كانت أحد الأدوات التي قد استخدمتها البنوك الكبرى والاقتصادات الكبرى التي كانت قد تتعامل بسياسة تسهيلية. تجديد السياسة النقدية كان الحل الوحيد المتواجد في الاقتصادات الكبرى لمحاولة كبح جماح التضخم. نعم، عند النظر إلى الفترة الماضية، رفع أسعار الفوائد كان له تأثير كما شاهدنا هذه من الفشل المصرفي الكبير يعتبر جدا في البنوك. سيليكون فالي بانك على سبيل المثال أحد أكبر البنوك التي كانت قد سجلت فشل مصرفي منذ الأعوام الأولى منذ فترة الكساد الكبير. سيجنتشر أيضا كان أحد البنوك، وبالتالي تجديد الائتمان، تجديد المراحل الائتمانية، تجديد السياسة المصرفية كانت واجب على السياسات النقدية، واجب على الاقتصادات الكبرى لمحاولة غلق مرحلة أيضا التبعات الاقتصادية من مرحلة التضخم وتجديد السياسة النقدية. عندما ننظر إلى تجديد السياسة النقدية أو تجديد التأمين المصرفي، بكل تأكيد ينعكس ذلك هذه على تقليص القروض، تقليص الاستثمارات، تقليص الأموال المتواجدة في الاقتصاد، وهو ما على ما أعتقد هو ما يبحث عنه الاقتصادات. لكن عند النظر إلى الأرقام الاقتصادية فبكل تأكيد لا تزال هناك مشكلة عالقة، هذه هي مشكلة التضخم الأساسي. التضخم الأساسي والمخاوف منه، عندما ننظر إلى التبعات الاقتصادية والأرقام الاقتصادية، الأجور لا تزال مرتفعة. فعند النظر إلى الأجور وعندما تكون الأجور مرتفعة فتكون انخفاضات التضخم ليست مستقبلية، ليست على سيناريو واحد، ليست بشكل على رتم واحد، ليست باستمرارية، بل المخاوف من عودة أرقام التضخم وارتفاعه. وهذا ما حصل هذه عندما ننظر إلى التاريخ في السبعينيات عندما بدأت أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو الاقتصاد الأكبر، ارتفاعات لأرقام التضخم، تجديد السياسة النقدية، ثم عندما بدأوا بتخفيض أسعار الفوائد سجل التضخم ارتفاعات. فبالتالي تجديد السياسة النقدية على ما أعتقد سوف ينعكس بصورة سلبية، إذا ما كان في عام 2023 ففي عام 2024 قد يفتتح مرحلة جديدة اقتصاديا وهي الركود، والتي نتحدث عنها مرارا وتكرارا في الفترة الماضية من مخاوف الركود، مرحلة قادمة على ما أعتقد قد يدخلها الاقتصاد في عام 2024. قد يكون اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض لها، الاتحاد الأوروبي دخل فيها على ما أعتقد في الفترة الماضية. طيب، الفيدرالي أوقف رفع أسعار الفائدة ولكنه لمح لأنه من الممكن أن يكون هناك رفع للفائدة ربما في نهاية العام. هل الخوف من دخول في ركود أم الخوف ربما من حدوث انهيار في المصارف الأمريكية مثل ما حدث في البنوك التي أشرت إليها؟ لماذا هذا؟ هل هي نوع من الموازنة ما بين محاربة التضخم والخوف من الدخول في ركود؟ نعم، هذه التضخم المرتفع يحتاج تجديد السياسة النقدية، رفع أسعار الفائدة، بينما انخفاض النمو يحتاج عمليات دعم النمو بتخفيض أسعار الفائدة. فعند النظر إلى المشكلتين فهي مشكلتين تحتاج إلى أدوات متعاكسة، رفع أسعار الفائدة أو تخفيض أسعار الفائدة. الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد اتجه إلى البوزينج أو التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة، أو ما أسماه جيروم باول سكيب، هو تخطي الاجتماع، نظرا لان ارقام التضخم كانت قد سجلت انخفاضات. هذه 4% التضخم يعتبر رقم مناسب بالنسبه حاليا، بالرغم من ان طبعا المستهدف الفيدرالي الامريكي هو 2%، لكن 4% انخفاضه من الذروه 9.1% يعتبر رقم لا باس به. فبالتالي اتجهوا الى البوزنج، التوقف عن اسعار الفائده بشكل مؤقت،
مع التلميح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في الفترة الماضية. بكل تأكيد جيروم باول الرئيس الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى متابعة الأرقام الاقتصادية، فيما لو جاءت أرقام التضخم في الفترة الماضية وسجلت ارتفاعات وعادت لتسجيل ذروة جديدة، فقد يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين، وهذا ما أشار له المخطط النقطي بالنسبة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي. 5.6% هي إمكانية وصول التيرمينال ريت أو سعر الفائدة النهائي، فبالتالي إمكانية وجود عمليتين رفع أسعار الفائدة في عام 2023 واردة بالنسبة للفيدرال الأمريكي على طاولة الفيدرال الأمريكي، فيما لو جاءت أرقام التضخم وسجلت ارتفاعات في الفترة القادمة. عندما ننظر هذه إلى أرقام التضخم، نعم 4% يعتبر رقم جيد جدا، لكن الكور سي بي آي مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لا يزال عند 5.3%. 5.3% عندما نستثني الغذاء والطاقة فلا يزال هو مؤشر مخيف جدا أن يكون هناك ستيكي انفليشن أو تضخم راسخ في الاقتصاد. فعلى ما أعتقد البنوك المركزية قد تتجه في الفترة القادمة لمحاولة التعايش مع هذا التضخم المرتفع، فيما لو عادت موجة ارتفاعات التضخم، وهذا على ما أعتقد وارد جدا هذه بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الحالية. طيب يوجد اجتماع للفيدرالي يوم الأربعاء القادم، يعني ماذا نتوقع من هذا المحضر، محضر الاجتماع؟ هل نتوقع قرارات كبيرة ربما تتعلق برفع الفائدة أم تثبيتها أم ماذا؟ نعم، هذه محضر الفيدرالي الأمريكي سوف يكون هو عبارة عن محضر يذكر فيه الفيدرالي الأمريكي توجهاته في الاجتماع الماضي. الاجتماع الماضي كما ذكرنا اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى سكيب أو التخطي الاجتماع الماضي تثبيت أسعار الفائدة، فسوف يذكر في المحضر أسباب التوجه. قد يكون هناك أدلة أخرى هذه عندما ننظر إليها في ذلك المحضر، بأن توجه الفيدرالي الأمريكي قد لا يزال صقوريا، بمعنى أن تجديد السياسة النقدية قد يكون وارد، فيما لو جاءت الأرقام الاقتصادية دافعة للفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، فبكل تأكيد سلاح الفيدرالي الأمريكي قد يكون شفهيا كما كان في الفترة الماضية. المحضر سوف يكون مبرر لما اتجه له الفيدرالي في الاجتماع الأخير هذه. طيب برأيك أستاذ أحمد، يعني هذه الاستراتيجية التي اتبعها الاحتياطي بقيادة جيروم باول، هل نجحت ربما في تخطي مرحلة الخوف من حدوث ربما أو مكافحة التضخم بالدرجة الأولى، الخوف من الركود تم اجتيازه بنسبة كبيرة ربما، هل هذه الاستراتيجية هي أثبتت فعاليتها؟ بكل تأكيد هذه عندما ننظر إلى تجديد السياسة النقدية هو لكبح جماح التضخم، لمحاولة على الأقل إيقاف توغل التضخم، ارتفاع أرقام التضخم. ثروة التضخم في العام الماضي كانت قد وصلت 9.1% على أساس سنوي، رقم يعتبر مرتفع جدا، هو الأعلى في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة. تجديد السياسة النقدية من 0% إلى 5.25% يعتبر دورة تجديد سياسة نقدية عدوانية، هي الأكثر عدوانية في تاريخ الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. نعم انخفاض أرقام التضخم بكل تأكيد يجب القول نعم بأن الفيدرال الأمريكي قد نجح على الأقل كبح جماح التضخم ولو مؤقتا، لكن تجاوز مرحلة الركود على ما أعتقد هذه قد يكون لا. بكل تأكيد عندما ننظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفضت من 4% إلى ما يقارب 2% في القراءة الربع الأخير أو الربع الأول من عام 2023 تحديدا. فعندما ننظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي فلا تزال تسجل انخفاضات بشكل متتالي، وهو بكل تأكيد مقياس للنمو الاقتصادي. فعندما ننظر النمو الاقتصادي عندما يسجل انخفاضات، فبالتالي مرحلة شبح الركود لا تزال تحكم بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد الركود الاقتصادي ربعين متتاليات سلبيات، يعني ذلك الركود على ما أعتقد الفيدرال الأمريكي قد دفع شبح الركود أو المخاوف من الركود إلى عام 2024، لأن بكل تأكيد تبقى لنا 6 أشهر قراءتين من الناتج المحلي الإجمالي، فتكون حتى لو كانت واحدة منها سلبية بشكل رسمي الركود لم يدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023. طيب أيضا سؤال يسأل، لأنه في ظل هذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تحاول الدول الاقتصادية الكبرى التعامل معها، ربما تحدث أزمات سياسية في بعض هذه البلدان، على سبيل المثال ما حصل في روسيا، طبعا هنا نحن نتحدث عن الحرب بأوكرانيا، لكن في روسيا مثلا تمرد فاغنر أثر فورا على سعر الريبل، العفو سعر الروبل، الريبل هي عملة مشفرة، على سعر الروبل. كذلك فرنسا في ظل ما تواجهه من أزمات تضخم وكذلك الانتباه إلى ما يجري في أوكرانيا، حصلت بأحداث الشغب التي ما زالت
مستمرة، هل تصدر هذه الفوضى أيضا أزمات اقتصادية جديدة للاقتصاد هذه البلدان وللاقتصاد العالمي ككل؟ نعم، هذه عند النظر بكل تأكيد. روسيا كاقتصاد يعتبر أحد الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم قبل الحرب الأوكرانية، اتجه إلى بعد العاشر حاليا كترتيب بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو قياس القوى الاقتصادية. عند النظر إلى فرنسا، ففرنسا تعتبر أقل نوعا ما. عندما ننظر إلى الاضطرابات السياسية، نعم بكل تأكيد السياسة والاقتصاد هي وجهين لعملة واحدة بكل تأكيد. فعندما يكون هناك اضطرابات سياسية فسوف يكون مؤثر كبير على الناحية الاقتصادية للبلد نفسه. عندما ننظر إلى فرنسا فبكل تأكيد قد يكون على الأقل التأثير تأثير محلي قبل تصدير المشكلة الاقتصادية بالنسبة للعالم بشكل أجمع. نعم، لو اتجهت المرحلة بالنسبة لروسيا بشكل أكبر كنا قد ذكرنا بكل تأكيد أن روسيا قد يكون مؤثر بشكل أكبر، نظرا لأن روسيا على ما أعتقد بلد تجاري أكبر من ناحية الفرنسية. لكن كفرنسا اضطرابات الحالية، نعم بكل تأكيد الاضطرابات الجيوسياسية تخلق مشاكل اقتصادية، حتى بالنظر إلى الأرقام الاقتصادية بالنسبة لفرنسا تعتبر نوعا ما مخيفة ومثيرة للذعر. الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال أقل من 1% في آخر ربعين، يعتبر مؤثر كبير جدا للنمو الاقتصادي. الاتحاد الأوروبي بشكل عام دخل مرحلة الركود 40 متتاليات بشكل سلبي، ففرنسا تؤثر بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي قبل تصديرها على ما أعتقد عالميا. طيب في موضوع النفط أستاذ أحمد، السعودية أعلنت خفضا طوعيا أو تمديد الخفض الطوعي، كذلك أعلنت موسكو خفضا طوعيا، طبعا هذه قرارات هي طوعية بمعزل عن قرارات أوبيك بلس. لماذا هذا التخفيض الطوعي يحدث أستاذ أحمد بمعزل ربما عن القرارات المتخذة جماعيا ضمن أوبيك بلس؟ نعم، هذه عندما ننظر إلى المرحلة الأخيرة كان هناك تخفيضات طوعية حتى من منظمة أوبيك بشكل عام، ما يقارب 1,650,000 برميل يوميا كان التخفيض الطوعي لمنظمة أوبيك. في الشهر الماضي المملكة العربية السعودية قد أضافت 1,000,000 برميل، اليوم قد تم إعلان تمديد مرحلة الخفض الطوعي بالنسبة للمملكة العربية السعودية لشهر إضافي 1,000,000 برميل. نعم، عندما ننظر بكل تأكيد هذه عند منظومة النفط، تحركات أسعار النفط هي عرضة للعرض والطلب، الحركة السعرية تكون متأثر بشكل كبير للعرض والطلب. عندما ننظر أيضا لقرارات منظمة أوبك بكل تأكيد يكون توجهاتها بناء على العرض والطلب. عندما ننظر إلى الطلب العالمي فالطلب العالمي يسجل انخفاضات، فيحتاج تدخل منظمة أوبك ليس فقط بالنسبة للأرقام الاقتصادية هذه، لا بل أيضا لإرسال إشارة من منظمة أوبك نفسها على أنها قادرة على التدخل لمحاولة السيطرة على أسعار النفط التي كانت قد سجلت انخفاضات من 120 دولار إلى ما يقارب 66 دولار لخام غرب تكساس. بالمناسبة هي الأسوأ بالنسبة لخام غرب تكساس أو حتى للسلع بشكل عام للنصف عام بين الأدوات الاستثمارية. فتدخل الدول النفط، تدخل دول المنظمة أوبك وارد جدا بكل تأكيد حتى في الفترة القادمة، تمديد ذلك التخفيض الطوعي على ما أعتقد هذه قد يستمر حتى نهاية العام الحالي نظرا لانخفاض الطلب العالمي. حتى بأن عندما ننظر إلى الطلب العالمي من ناحية الصين، فالصين كانت قد سجلت انخفاض بالنسبة لاستيراد النفط، هذا ما كان لا يتوقعه الجميع مع انفتاحات الاقتصاد مع بداية العام، انفتاحات اقتصاد الصين نظرا لأن أكبر مستورد للنفط، كان متوقع أن يكون هناك طلب عالمي أكبر من ناحية الصين، لكن الأرقام جاءت بعكس ذلك، فتحتاج منظمة أوبك بكل تأكيد التدخل وتخفيض لمحاولة توجيه استقرار الأسعار في الفترة القادمة. طيب إذا كانت أيضا أحد أسباب هذا الخفض هو رفع الأسعار، لأنه هذه الأسعار هي ربما لا تتناسب أو لا تعطي القيمة الحقيقية، هي أيضا لم ترفع الأسعار، لأنه خلال الاجتماعات الماضية التي قرروا فيها خفض الإنتاج ارتفع السعر فورا ولكنه عاد للهبوط. نعم بكل تأكيد، هذه عندما ننظر حتى إلى قرار اليوم سجلت ارتفاعات بالنسبة لخام غرب تكساس ما يقارب 1.5 دولار بالنسبة فورا مع القرار نفسه. لكن عندما ننظر إلى سياسة منظمة أوبك بشكل عام، محاولة استقرار الأسعار، محاولة توجيه الأسعار ليس فقط لرفع أسعارها هذه بل تحقيق الاستقرار،
عندما تسجل انخفاضات سلة النفط، برميل النفط عندما يسجل انخفاضات من ما يقارب 120 دولار إلى 70 دولار أو 66 دولار حتى لخام غرب تكساس، فبكل تأكيد منظمة أوبك كانت تحتاج التدخل لتحقيق على الأقل استقرار. من ناحية أخرى كان هناك مضاربات بشكل كبير، عمليات بيوع كبيرة أيضا على النفط، هذا ما أشار له وزير الطاقة السعودي في الفترة الماضية بأن البيع المكشوف بالنسبة للنفط قد يكون ضرر للمستثمرين نفسهم. فدليل واضح أن هناك مخاوف من أسعار النفط، محاولة توجيه إلى استقرار أسعار النفط بشكل أدق وبشكل أصح. هذه كيف سيكون انعكاسه على الدول المنتجة للنفط وخاصة يعني في العراق؟ نعم، هذه عندما ننظر بكل تأكيد محاولة تخفيض الإنتاج، فيما لو حتى لم يسجل ارتفاع الأسعار فبكل تأكيد قد يكون توجهاته اقتصادية بحتة، أرقام إيجابية تعتبر نوعا ما جيدة بالنسبة للدول المنتجة للنفط بشكل عام. تخفيض الإنتاج يعني أن الميزان التجاري قد يكون هناك فائض بالنسبة للميزان التجاري بشكل عام، قوة إيجابية بالنسبة للناحية الاقتصادية. فعلى ما أعتقد انعكاسه حتى لو لم يكن على ارتفاع أسعار النفط فسوف يكون له تأثير على الاقتصادات للدول المنتجة للنفط بشكل عام وبشكل إيجابي. طيب سأختتم معك بالحديث عن الدولار أو عن العملات الرئيسية. الدولار هذه الفترة هو كمؤشر يعتبر قوي، ولكن كجزء مما يدور في العالم من حروب وأزمات تجارية وإلى ما هنالك، بيتم هل من الممكن ربما أن يتم الاستغناء إن صح التعبير يعني الاستغناء عن الدولار خلال السنوات القادمة، لأنه بين الدول الاقتصادية الكبرى تحديدا دول آسيا، دول منظومة البريكس إن صح أيضا التوصيف، هي بطور التبادل التجاري بينها بدون التعامل بالدولار؟ نعم، هذه على ما أعتقد عندما ننظر إلى التاريخ ونعيد فكرة التاريخ إلى البداية، عندما ارتفع الدولار الأمريكي واقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية على عرش الناحية الاقتصادية لم تكن هي وليدة اللحظة، بكل تأكيد كانت سيناريو مستمر لفترة زمنية طويلة للوصول إلى العرش الاقتصادي. حتى مع توقيع اتفاقية بريتون وودز عام 1944 تحديداً، هذه عندما ننظر لها فلم تكن أيضا الاتفاقية هي تغيير دراماتيكي بالنسبة لناحية الاحتياطات بالعملات. عندما ننظر فتحتاج الوقت الزمني، عندما ننظر إلى التاريخ بريتون وودز جاءت وليدة الحروب العالمية، بينما في الفترة الحالية نعم هناك حروب، نعم هناك اضطرابات اقتصادية، لكن بكل تأكيد عندما ننظر إلى السؤال بشكل آخر أو نوجهه بشكل آخر عبد الرحمن، هذه هل يمكن الاستغناء عن الدولار الأمريكي؟ هل يمكن الاستغناء عن استقرار الدولار الأمريكي؟ فعلى ما أعتقد هذا السؤال قد يجيب على سؤالك هذه. صعب جدا تغيير احتياطي بالنسبة للدولار الأمريكي الذي يصل إلى احتياطات 60% في عالميا أن يتم تغييره بشكل سريع. نعم ممكن الاعتماد على العملات الأخرى في بعض المعاملات التجارية، في بعض المعاملات الاقتصادية، لكن إلغاء الهيمنة لا أعتقد ذلك سهل جدا، يحتاج إلى وقت كبير، يحتاج إلى حتى تغيير الميزان الاقتصادي والسلم الاقتصادي. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في إكويتي جروب، كنت ضيفي في هذه الجولة عبر السكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.